تفجير وحشي جديد يضرب أفغانستان، وهذه المرة في ولاية قندوز شمال البلاد. التفجير استهدف مسجداً في الولاية وخلف وراءه أكثر من 60 قتيل وما يفوق 100 جريح، وسط تقديرات تشير لأرقام أكبر من ذلك بكثير. قندوز يعيش فيها أغلبية من طائفة هزار الشيعية، والتي بدورها منذ سيطرة طالبان على البلاد تعيش حالة من التوتر والقلق من هجمات وأحداث عنف قد تضرب الولاية في أي لحظة. فما هي قصة طائفة الهزارة؟ ينحدر الهزارة من المرتفعات الوعرة في وسط البلاد، ويعتقد أنهم ينتمون لسلالة جنغيز خان الغازي المغولي الذي سيطر على كامل أفغانستان في القرن 13. يشكل الهزارة ما بين 10 إلى 20% من سكان البلاد، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، لكنهم تعرضوا للتهميش بسبب معتقداتهم الشيعية، وذلك على أيدي المتشددين السنة في بلد تعصف فيه النزاعات الدينية والإثنية. بعض التقديرات تشير إلى أنه تم القضاء على قرابة نصف الهزارة تحديداً في نهاية القرن 19، فيما استبعد الكثير منهم مع سيطرة البشتون على الدولة، وهي أكبر مجموعة إثنية في البلاد، إذ استوحذوا حينها على معاقلهم الرئيسية، ما أدى لضعف الطائفة بشكل كبير. كما تذكر مصادر تاريخية عبر قرون أن الأقلية تعرضت للعبودية والاضطهاد الديني والاقتصادي، بالإضافة إلى الترحيل والتطهير العرقي، كما استهدفتهم عدة مجموعات مختلفة، وذلك خلال العقود الأربعة الأخيرة من النزاع الدامي في أفغانستان، بما في ذلك قصف أراضيهم ومنازلهم. من جانب آخر، تواجه ميليشيات الهزارة هي الأخرى اتهامات بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية، والتي أعقبت انسحاب الجيش السوفيتي من أفغانستان في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. ويعتقد أن 2000 منهم قتلوا على أيدي مقاتلي طالبان خلال تطبيق المتمردين الإسلاميين نهج الأرض المحروقة للسيطرة على البلاد في التسعينيات. حتى اليوم يشكل الهزارة غالبية الأقلية الشيعية في البلاد، التي تتعرض للاحتقار من العديد من السنة في البلاد، الذين يعتبرون الشيعة كفاراً، إذ أن الطائفة واجهت اتهامات عدة، منها التحالف مع إيران الشيعية المجاورة لأفغانستان، على الرغم من رحيل عشرات الآلاف منهم عبر السنين كمهاجرين اقتصاديين للعمل في الجمهورية الإسلامية في وظائف وصفت بالوضيعة في معظمها. إلا أن الأمر اختلف مع البعض الآخر، حيث تلقى آلاف منهم تدريبات على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية، وتم نشرهم مع فصائل شيعية في سوريا خلال العقد الماضي، وذلك للقتال إلى جانب النظام السوري والقوات الإيرانية. العام الماضي اعتبر وزير الخارجية الإيراني مقاتلي ميليشيات الهزارة أفضل قوات بخلفية عسكرية، وقال أنه يمكن استخدامها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، وذلك في إشارة لنية إيران تسليحهم إذا لزم الأمر. واليوم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، عاد مصير الهزارة ليكون مجهولاً من جديد. ففي السابق استفادت مجموعة قليلة من النظام الجديد، وذلك بعد الغزو الأمريكي للبلاد وإطاحة نظام طالبان في 2001، حيث سارع الهزارة لإلحاق أطفالهم بالمدارس بما في ذلك الفتيات، ثم اقتحموا المشهد السياسي وسوق العمل بأعداد غير مسبوقة. لكن كل تلك المكتسبات ظلت هشة، إذ تكبدت الأقلية في شكل متزايد العبء الأكبر للعنف المتصاعد، حيث استهدف انتحاريو تنظيم داعش مساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم، خصوصاً في حي داشت برشي بغرب كابل، الذي ينتمي غالبية سكانه إلى أقلية الهزارة الشيعية، ما أوقع مئات القتلى منهم، وخشية تعرضهم لمزيد من أعمال القتل مجدداً عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد هذا الصيف. بدأ بعض أفراد الأقلية في التسلح مجدداً، مع بدء ميليشيا صغيرة مسلحة في ولاية وردك في تجنيد وتدريب الهزارة على القتال. فبعد أيام على عودة طالبان إلى السلطة،
دمر رأس تمثال زعيم الهزارة في ولاية باميان، حيث دمر تمثالا بوذا الشهيران قبل عقدين، لتثير تلك الحادثة المخاوف من جديد، باعتقاد أن بعض السنة ما زالوا يكنون بالضغينة لهذه الأقلية مع احتمال شن حملة ضدهم قريباً، لتأتي الهجمات ضدهم هذه المرة من جهة مجهولة. يعتقد أنه تنظيم داعش ذاته الذي هاجمهم في السابق وسط أحاديث وتقارير غربية تشير إلى تسليح إيراني للطائفة مع تدريب منسق من طهران، على الرغم من وصف العلاقات بين طالبان وإيران بالجيدة، إلا أن وضع طائفة الهزارة يبقى مختلفاً عن الطائفات. فهل ستتحول الطائفة للعدو الأول لطالبان؟ أم أنها ستعقد تحالفاً مع تنظيم سني لتبقى في أرضها؟